نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشترك نبدأها بالعناوين. الخلايا الإرهابية النائمة تعود لاستهداف صحفيين في عدن وتقتل الصحفي صابر الحيدري من خلال تفجير مركبته بعبوة ناسفة في المنصورة. ثمان دول أعضاء في مجلس الأمن تدعو ميليشيات الحوثي للتصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز. ميليشيات الحوثي تتجسس على المسافرين في مطار صنعاء من خلال ما تسميه اللجنة الطبية في المطار. أهلا بكم. كشف مدير شرطة كابوت النقيب عنان محمد المحرمي تفاصيل انفجار سيارة مدنية في أحد الطرق العامة بمديرية المنصورة في العاصمة عدن، وأشار النائب أو النقيب المحرمي إلى أن الانفجار استهدف الصحفي صابر الحيدري البالغ من العمر 40 عاما بعبوة ناسفة وضعت في سيارته، حيث استشهد على الفور متأثرا بجراحه. أكد المحرمي أن أجهزة الأمن تعمل على اجتثاث عصابات الإرهاب والوقوف أمام جرائمها التي تطال الجنوب أرضا وإنسانا. صابر نعمان الحيدري صحفي يمني يعمل مراسلا لوكالة شينخوا والتلفزيون الصيني في اليمن، اغتيل في مديرية المنصورة بسبب انفجار عبوة ناسفة زرعت في هيكل سيارته. جريمة إرهابية ثانية تطال الصحفيين مسرحها غدا وبذات الطريقة وبنفس الأسلوب المتبع في سابقتها التي كانت ضحيتها رشا الحرازي في مشهد مؤلم هز العالم وأنكره الضمير الإنساني في مشارق الأرض ومغاربها. أجهزة الأمن في عدن قالت إن عملية التحري جارية لمعرفة الجناح، تشابه الأسلوب بين الجريمتين واتفاقهما في نوعية الضحية واشتراكهما في المسرح ربما يشير إلى نفس الجهة التي استهدفت رشا الحرازي، وهو مؤشر خطير يشي بتحول جديد في طبيعة الجريمة في عدن وتحديدا ضد الصحفيين والإعلاميين. نظرية الخلايا الإرهابية النائمة في عدن والتي تنشط وفقا لأجندات تحركها طبقا لطبيعة الهدف والظرف، ربما لإرباك الأمن ونسفا لاستراتيجيته المتبعة في ضبط السكينة في المحافظة، وهو ما يستدعي السؤال الفضولي لدى المواطن: لماذا تتكرر هذه العمليات الإرهابية؟ اقتحمت عصابة مسلحة مستشفى الرياض في منطقة بئر باشا بمدينة تعز، وأظهر فيديو كاميرا المراقبة الخاصة بالمستشفى قيام مجموعة مسلحة بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي على الكادر الطبي بالمستشفى، ما أدى إلى مقتل الحارس وإصابة أربعة من طاقم المستشفى بينهم المدير بشظايا الرصاص. سياسيا، دعت ثمان دول أعضاء في مجلس الأمن ميليشيات الحوثي للتصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز على الفور. وأعرب بيان مشترك صادر عن الدول الثمان عقب جلسة مجلس الأمن عن القلق بشأن الأثر الإنساني الخطير لإغلاق الطرق المستمر حول تعز. ورحب البيان الذي وقع عليه ممثلو دول ألبانيا والبرازيل وإيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والإمارات وبريطانيا بالهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس سلطان العرادة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي العاصمة القطرية الدوحة في رابع محطات الجولة الرئاسية الخارجية. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ عن سعادته وأعضاء المجلس بزيارة دولة قطر للبحث في العلاقات الثنائية والدفع بها إلى أفاق أوسع لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.
وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك وزير الداخلية إبراهيم حيدان بإيقاف إجراءات التجنيد في الوزارة، وخاطب رئيس الوزراء وزير الداخلية في مذكرة رسمية بإيقاف أي إجراءات للتجنيد بما فيها تلك التي تستند على توجيهات سابقة بشأن إضافة قوات أمنية جديدة. وجاءت هذه المذكرة بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي. استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وفد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الذي يزور العاصمة عدن حاليا. جرى في اللقاء استعراض أنشطة المكتب الأممي الذي يمثل الذراع التنفيذي للأمم المتحدة والمخصص لدعم البنى التحتية وإدارة المشاريع وتوجهاته وأنشطته في اليمن للفترة الراهنة والقادمة، وجوانب التنسيق مع الحكومة لتحديد أو تحديد الاحتياجيات وفق الأولويات العاجلة. وقع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس النرويجي للاجئين لتنفيذ مشروع توفير المساعدات المتكاملة الطارئة في المأوى وإدارة المخيمات. ويهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه في مديريتي حيس والخوخة إلى توفير المأوى وتنفيذ برامج وأنشطة في إدارة المخيمات، ومنها توزيع حقائب نظافة للنازحين وبرامج توعوية إرشادية، بالإضافة إلى تشجيع مواصلة التعليم وترميم وتأثيث الفصول وإعادة تأهيل المدارس القائمة، وكذلك إنشاء فصول دراسية إضافية. زار وفد أممي رفيع برئاسة نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييغو زوريلا عددا من مديريات الساحل الغربية المحررة للإطلاع عن كثب على الوضع الإنساني فيها. واستهل نائب منسق الشؤون الإنسانية جولته بزيارة مخيمي البحيري والضميرة في مديريتي موزع غرب تعز، حيث عين الوضع الإنساني في كلا المخيمين اللذين يستقبلان مئات الأسر التي هجرتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من مناطق عدة بالساحل الغربي. ومن المرجح أن تستمر جولة دييغو لمدة يومين يزور خلالها عددا من المناطق للإطلاع على الوضع الإنساني في مخيمات النزوح. أعلنت ميليشيات الحوثي عن تشكيل لجنة طبية تعمل في مطار صنعاء بهدف فحص ملفات الراغبين بالسفر وتقاريرهم الطبية بحجة منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة، لكن مصادر خاصة فندت ذلك الإعلان وبينت أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة هي التجسس على المسافرين وفحص ملفاتهم ومراقبة أنشطتهم. بهدف التجسس على المسافرين أو الراغبين في السفر والحصول على بياناتهم الخاصة، شكلت ميليشيات الحوثي لجنة يسمونها باللجنة الطبية تعمل في مقر الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء. اللجنة وبحسب إعلان الميليشيات تم تشكيلها بالشراكة بين اللجنة الطبية العليا والخطوط الجوية اليمنية وهيئة الطيران المدني في صنعاء، ومن مهامها إجراء لقاءات مع الراغبين بالسفر لفحص ملفاتهم وتقاريرهم الطبية بحجة منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة، وبزعم أن عدد الراغبين في السفر للعلاج يتجاوز 35 ألف مريض، لكن مصادر خاصة في الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء فندت ذلك الإعلان وأكدت أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة هي تجسسية ومالية في الأساس، حيث تعمل على فحص ملفات المسافرين ومراقبة أنشطتهم، ومن ثم تقرر السماح أو عدم السماح لهم بالسفر. وبحسب المصادر فإن لدى اللجنة قوائم بأسماء الناشطين والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وجهات الإغاثة. المصادر رجحت أن تكون اللجنة إحدى أدوات الجباي لصالح الميليشيات، حيث تتعامل مع ملفات الراغبين بالسفر وفق معايير محددة، وتطلب منهم تقديم أوراق ووثائق عديدة تخص أعمالهم وأنشطتهم وعلاقاتهم العائلية والشخصية والعوائد المالية من وراء السفر والمدخرات المالية والممتلكات من العقارات والأصول داخل اليمن، كما تقرر فرض رسوم على كل راغب في السفر حسب معايير خاصة. في ذات السياق يشكو كثير من المسافرين من تعرضهم للابتزاز والخداع، ورغم ادعاء منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة فإن هؤلاء يجبرون على دفع أضعاف ثمن التذاكر بشكل غير رسمي، وذلك عبر سوق سوداء داخل مقر الشركة. وما زال أغلب الراغبين في السفر من صنعاء إلى خارج البلاد يفضلون الذهاب إلى مطاري عدن وسيئون لتقلهم طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى الخارج.
عقد في الشريط الصحراوي الحدودي بمحافظة حضرموت لقاء قبلي جمع قيادة الهبة الحضرمية بشيوخ وعيان قف الكثير. اللقاء جاء لمناقشة الأوضاع والتحديات التي تواجه حضرموت في انتزاع حقوقها وإدارة شؤونها. لأجل التلاحم وتضافر الجهود حتى تحقيق كافة تطلعات أبناء حضرموت، التقت قيادة الهبة الحضرمية الثانية في مديرية القف على الشريط الصحراوي الحدودي بالمحافظة بشيوخ وأعيان قبيلة آل كثير لمواصلة انتزاع الحقوق. ونطلب طلب خاص من جميع القبائل في الشريط الصحراوي أن يتكاتفون ويكونون يد واحدة لانتزاع مطالب حضرموت، لأننا في القديم السابق حضرموت مهمشة تهميش كامل، والآن إن شاء الله سترى النور بإذن الله في القريب العاجل. سيتم النزول إلى كل القبائل سواء الكثير أو الحوامر أو الصيعر أو المناهيل أو السماح أو بني تميم. الهدف هو من هذه الزيارة هو توحيد الكلمة ورص الصفوف من أجل انتزاع الحقوق. اللقاء ناقش ضرورة توطيد اللحمة وتوحيد الكلمة لفرض السيطرة على خيرات حضرموت المنهوبة، وأوضح أبرز التطورات والخطوات التي تعمل عليها لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام لاستكمال تحقيق كافة أهداف الهبة والمطالب المشروعة. احنا أبناء القف مساندين شخصا، مساندين الهبة الحضرمية سواء صغير أو كبير، فإحنا نقف معهم. يتوحد الشعب ويلم يكون صوته صوت واحد وكلمته واحدة، يعني تحت قيادة موحدة بقيادة الشيخ حسن بن سعيد الجابري. إن شاء الله نقول إن تكون الأمور للإمام، ونحن مع الهبة، وإن كل قوة يا طول العمر سمعت بالله في المناطق هذا يا طول العمر، وكل القبائل هذا مع الهبة ومع الصح شفت الله ومع ليصلح المواطن والمواطن. شيوخ وعيان قبيلة آل كثير في اللقاء أيدوا الهبة الحضرمية في جميع تحركاتها، وشكروا سعيها في ترتيب البيت الحضرمي ولم الشمل وانتزاع الحقوق تحت راية خدمة حضرموت. محمد بحفين الغد المشرق من مديرية القف. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. البرنامج السعودي يوقع على تنفيذ مشروع المسكن الملائم في عدن. أهلا بكم من جديد. أشهرت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي هيئات تنسيقية في 6 كليات بجامعة حضرموت. المزيد في هذا التقرير. تنسيقيات جديدة يشرها المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت. هذه المرة دشن المجلس تنسيقياته في كليات الطب، التمريض، الصيدلة والعلوم الإدارية، إضافة لكليات الحاسبات والعلوم البيئية والأحياء البحرية بجامعة حضرموت. سعداء اليوم بإشهار 6 تنسيقيات بجامعة حضرموت، ونشكر القائمون قيادة تنسيقية جامعة حضرموت على هذا الجهد، ونشكر أبنائنا قيادة تنسيقية الطلبة، ونشكر كل الزملاء والأبناء والأخوان الذين كان لهم جهد طيب، وأملنا بإذن الله في هذا الكوب من الشباب. يأتي هذا الإشهار تواصل مع ما قد بدأنا به من إشهار سابق لتنسيقية الطلاب كلية الآداب والهندسة والبترول، واليوم نأتي إلى إنهاء تشكيل تنسيقيات الطلاب على عموم كليات الجامعة. إشهار التنسيقيات في جامعة حضرموت يأتي ضمن اهتمامات المجلس الانتقالي بجيل الشباب وحرصه على استقرار العملية التعليمية في الجامعة وتهيئة الظروف الملائمة للتحصيل العلمي للطلاب. طبعا التنسيقيات هنا دورها بيكون العمل الأساسي بيكون خارج نطاق الجامعة لأسباب عدة، وأيضا تكون في إطار مساعدة الطلاب في خلال فترة دراستهم،
بعقد العديد من الأنشطة، مثل هذه الأنشطة مثل الدورات التدريبية التي قد يحتاجها الطلاب. نحن سوف نعمل على توفير المواصلات والدورات ودعم السكنات ودعم الطلاب ودعم الطالبات وتوفير لهم مواصلات ودعمهم بكل ما يحتاجونه. مهام وتحديات كبيرة أمام هؤلاء الطلاب، تكثيف الدعم لهم سيسهم في تنفيذ الخطط والأهداف التي أنشئت من أجلها هذه التنسيقيات. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية تنفيذ مشروع المسكن الملائم الذي يستهدف 600 منزل لعائلات ذوي الدخل المحدود. بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وقع البرنامج السعودي اتفاقية تنفيذ المجموعة الأولى لمشروع المسكن الملائم لعدد من مديريات العاصمة عدن. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تم هذا اليوم توقيع الدفعة الأولى من مشروع السكن الملائم بين البرنامج السعودي والبرنامج السعودي تنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد الإنسانية ومنظمة الهابيتات مع المقاول الذي سوف يقوم على تنفيذ الدفعة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة وعدها 80 منزل والتي سوف يلحقها تباعا تأهيل 600 منزل من إجمالي المشروع. بإذن الله سوف تنطلق أعمال التنفيذ على أرض الواقع خلال الفترة القصيرة القادمة. اليوم احنا بنقوم بتسليم أول دفعة من مشروع المسكن الملائم وهو ترميم مبلغ 600 يعني عدد 600 وحدة سكنية في مديريتين، في مديرية المعلة 300 وحدة سكنية وفي مديرية خور مكسر 300 وحدة أخرى. اليوم بنسلم أول مجموعة للمقاول وهي عبارة عن 80 مسكن، والمشروع أساسا بتمويل برنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن بالإضافة إلى الوليد الإنسانية. المشروع يستهدف إعادة تأهيل 600 منزل لعائلات ذوي الدخل المحدود التي تضررت منازلهم جراء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية الإيرانية على عدن منذ عام 2015، واستهدفت مجموعة من مديريات البلاد. الشكر موصول للبرنامج السعودي تنمية إعمار اليمن، ونشد على أيديهم باستثمار هذه الجهود واستمرارها تخفيف الضرر الواقع على المواطن أثر الصراع اللي حصل في 2015، ونتمنى ان احنا نكمل في هذا المجال ونوسع بشراكه استراتيجيه مع البرنامج السعودي للتنميه في عمر اليمن. العمل كان جيد ورائع في عمليه المسوحات التي ستبدا ب 150 منزل في منطقه حافون وكذلك 150 منزل في الشارع الرئيسي. تم اليوم تسليم الموقع 80 منزل بيبدا فيها، وبعد كده المرحله الثانيه 70 منزل. شاكرين هذه الجهود اللي تبذل، ونتمنى التوفيق للعاملين عليها، ونتمنى نزيد من هذه الأعمال التي تخدم المواطنين. وفقا لدراسات ومصروحات ميدانية شاملة أعدتها وزارة الأشغال، أوضحت بأن المرحلة الأولى ستسهم بتغطية الاحتياجات المطلوبة وفق آليات لاختيار الفئات والوحدات السكنية الأكثر ضررا، كما سيساعد المشروع بالتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين من منازلهم. صفاء السويدي، لقناة الغد المشرق، عدن. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم العناوين. الخلايا الإرهابية النائمة تعود لاستهداف صحفيين في عدن وتقتل صحفي صابر الحيدري من خلال تفجير مركبته بعبوة ناسفة في المنصورة. ثمان دول أعضاء في مجلس الأمن تدعو ميليشيات الحوثي إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في طعز. ميليشيات الحوثي تتجسس على المسافرين في مطار صنعاء من خلال ما تسميه اللجنة الطبية في المطار. يمكنكم متابعة حساباتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. الغدوائي، إلى اللقاء.